انطلقت منافسات بطولة البريمير ليج الدولية للكاراتيه على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولية، وذلك في حدث تاريخي لإقامة البطولة للمرة الأولى في مصر. وللمزيد تنضم إلينا مراسلة التلفزيون المصري جرمين إبراهيم. تحياتي لك جرمين، وصفي لنا الأجواء لديك الآن. نعم فاطمة ودينا، بعد التحية نتابع معكم انطلاق بطولة البريمير ليج الدولية للكاراتيه، والتي انطلقت على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولية الذي نقف بها الآن في تمام الساعة 9 صباحا، بمشاركة 247 لاعبا ولاعبة يشاركون ويمثلون نحو 62 دولة من مختلف أنحاء العالم. تأتي أهمية هذه البطولة إنها تعتبر من أكبر ومن كبرى البطولات الدولية التابعة لهذه اللعبة، وهي تابعة أيضا للاتحاد الدولي للكاراتيه، ومؤهلة لبطولة عالمية، مما يعكس ثقة مصر الكبيرة أو الثقة الكبيرة في مصر في تنظيم البطولات العالمية، وأيضا لما تمتلكه من منشآت رياضية على أعلى مستوى. الحقيقة الاستعدادات كانت على قدم وساق قبل انطلاق البطولة، وأيضا أثناء إقامة هذه البطولة عن طريق التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لمراجعة كل التفاصيل الخاصة بتنظيم مصر للبطولة، وأيضا الإمكانيات والتكنولوجيا التي سيتم استخدامها لتنظيم البطولة، وأيضا خطة نقل اللاعبين من أماكن الإقامة لمقر الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية نظرا طبعا لفيروس كورونا المستجد. وفي هذا أيضا الإطار أعلن وعبر رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن إعجابه بالإمكانيات الموجودة في استاد القاهرة الدولية، وأيضا يعني توقع أن مصر ستقوم بتنظيم مشرف لهذه البطولة العالمية نظرا للإمكانيات الموجودة والتكنولوجيا الموجودة على أرض الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. كما ذكرت البطولة انطلقت اليوم وستستمر حتى يوم 5 سبتمبر، وفي نهاية هذه البطولة سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين، وبالطبع نتمنى كل التوفيق للاعبين المصريين المشاركين وأيضا لمصر في تنظيم هذه البطولة العالمية والدولية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من داخل مقر إقامة بطولة البريمير ليج الدولية للكاراتيه بالصالة المغطاة بالاستاد القاهرة الدولية.